السلام عليكم ورحمة الله أخوتي أزول. خرجت من المجلس الدستوري الآن بعد انتظار دام ساعة. كنت حاملا لرسالة صوتية لرئيس المجلس الدستوري، مفادها أن الماكينة البيروقراطية التي وضعت في وجهي منذ أن ترشحت ترغمني الآن إلى أن أكون إلى جانب الشعب ولا أكون إلى المؤسسة الدستورية التي تمثل هذه الانتخابات. كنت أريد أن أقابل معالي الوزير، لأن رئيس المجلس الدستوري كان وزيرا للتشغيل، وكان وزيرا للعدل، وكان وزيرا للداخلية، وكان مستشارا لدى الرئاسة، واليوم هو رئيس للمجلس الدستوري. معنى هذا أن محيط الرئيس هو الذي سوف يطبخ لنا هذه الطبخة، وأنا أنسحب منها رسميا الآن. أنا كنت دائما إلى جانب الشعب، وأنا اليوم إلى جانب صوت الشارعي وصوت الشعب. هذا كل ما في الأمر. أعلن انسحابي رسميا من هذه اللعبة الخامجة. لماذا؟ لأنني لا أريد أن أكون أرنبا. لقد رأيتم تدخلاتي وخطاباتي في كل التجمعات، لم أحد البتة عن خطي السياسي، ولن أحيد عنه بحول الله تعالى، وسوف أبقى إلى جانبكم حتى تتغير الأمور وحتى تسقط هذه المنظومة الفاسدة التي أوصلتنا لهذا الانسداد السياسي. أحبكم، أنتم في قلوبنا، في أمان الله.